الحمد لله. معصية خفيفة، هل هناك شيء اسمه معصية خفيفة؟ إذا واحد تأمل قول الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، لا يمكن أن يقتنع أن هناك شيء اسمه معصية خفيفة ويستهين بها وتصبح يعني مثل كذا ذباب، يعني جاء وقال به هكذا فطار. لابد أن نحذر عقاب الله، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة.